بكره على كولر، او الرهان مش بكره، الرهان في البطوله عموما على كولر. والراجل الحقيقه على المستوى المحلي قدم مردود كويس جدا، تقدر تقول انه قدم اوراق اعتماده، يعني خلينا نقول انه راجل قدم اوراق اعتماده، سواء على مستوى تطور عدد من اللاعبين بشكل فردي او على مستوى الكره الجماعيه اللي بيقدمها النادي الاهلي كاداء ونتيجه. بقى لنا فتره طويله جدا كنا بنقول بنكسب بس الاداء مش احسن حاجه، الجمهور راضي عن النتائج لكن مش راضي عن الاداء، لكن مع كولر حاسين انه في نقله نوعيه. قول لي شايف ده ازاي، وايه تقييمك للاضافه اللي عملها كولر على فرقه الكره في النادي الاهلي؟ بص يا استاذ احمد، اول حاجه النادي الاهلي في الفتره اللي كان الناس كلها بتحكم على كولر حكمت عليه في اول 6 اسابيع وحكمت عليه في مباراه الزمالك في السوبر، لا الراجل بيذاكر لعيبه النادي الاهلي زي ما الجماهير بتذاكر كولر. انت ايه اللي هتضيفه للنادي الاهلي؟ هتكون اضافه ولا لا؟ اول حاجه الراجل ما اتكلمش عن ثباته، ثقته في اللعيبه، ثقته في اللعيبه، كم الاصابات اللي كانت موجوده عنده في اول لما جه كان كتير جدا، كانت مستشفى النادي الاهلي مليانه لعيبه، شويه واضاف عليهم اكرم واضاف عليهم كريم واضاف عليهم مصطفى شوبير. الراجل في الوقت ده كان بيثبت طريقه لعب يقنع بيها الناس بشغله، انت عندك لعيبه وعندك قماشه معينه بتشتغل بيها، بس في نفس الوقت عايز اللي يعرف يتعامل معاها. حتى طريقه لعب الناس كلها شايفه 4-2-3-1، وانا شايف 4-3-3، وشايف 4-1-4-1، واحد او اتنين لعيبه موجودين في الملعب بيغيروا طريقه اللعب. شفنا مهام جديده في ارتفاع مستوى الاداء الفردي، اقولها الاول وبعدين الجماعي. الفردي في محمد هاني، في حسين الشحات، في تفوق حمدي فتحي، الزياده في تالقات ديانج اللي هو واحده عنتريه وسط كل 3 هجمات، الشغل الفردي اللي هو اقنع الناس كلها في المؤتمر الصحفي وقال لك انا اللي بطلب من احمد عبد القادر يشتغل بالمراوغه واحد على واحد ويستعمل مهارته. نيجي بقى للجماعيه، الجماعيه الربط، انك بتلعب قفشه 8 وبتخلي حمدي هو اللاعب الخفي اللي بيجي من ظهر الفيرود اذا كان كهربا ولا شريف. ارتفاع مستوى البدني لعيبه النادي الاهلي بان لعيبه النادي الاهلي شغاله ازاي، والغير اللي بره بينزل يشتغل بنفس اللي انتهى منه اللاعب في الشوط الاولاني. تثبيت تشكيل، يعني ابتدى يحط شكل، ما بقاش عندك حيره في اختيار 11 لعيبه النادي الاهلي. الصفقات اللي هو جابها على رؤى عينه، خالد ومروان وكريستو، تحس ان هم لابسين لبس توب النادي الاهلي من بدري. وقندوسي احمد جاي، احمد بقى له فتره احنا طالبينه، بقى له فتره احنا بنتكلم عنه. احنا الكلام على قندوسي يمكن ابتدى، انا اتكلمت عليه هنا في ده قبل كولر بكتير، قبل ده الكلام ده على في ماتش وفاق الصيف، بعد ماتش وفاق الصيف دوري ابطال السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات، يعني احنا بنتكلم في موسم كامل. انت في الوقت اللي انت اخترت فيه 2 لعيبه جربتهم فين؟ في اهلي وزمالك. راجل سيرد باك اول مره يلبس توب النادي الاهلي، شخصيه باينه لايقه، واما جيت تفكر تدي مرة عشان تحسف ملعب جريء وليه شخصيه وما بيخافش. هو ده اللي النادي الاهلي محتاجه، محتاج بلغه الكوره او بلغه لعيبه الكوره خارج الملعب جعان كوره، عايز يثبت للناس انها لعيب كويس. تمام. عوده كهربا من ضمن حاجات الراجل بيقول لك انا جات لي فكره جنونيه ان انا العب كهربا. هو الاجانب بيبقى لهم فكره جنونيه وليهم تهور في الاختيار؟ لا. كابتن ياسين ميكيري المحلل الاداء اللي موجود ده كان مع كهربا في سويسرا. مظبوط. 457 ولا 480 ايا كان، ما ياخدنيش الذاكره، في عدد الايام الراجل ادى وادى بوضوح، وعمل في مباراه سموحه اسيست وجاب هدف واسيست 2 في ماتش الزمالك، ترجم ده لهدف حتى وهو خارج بيحفي شريف بيقول له يلا. عوده شريف للتهديف، خلاص احنا بنقول دلوقتي المنظومه مكتمله، فاضل بقى تنتهي ازاي. الجراح الكبير اللي موجود في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بيخش في الوقت الميقاتي بيحسم كل حاجه إذا كانت للعيبة أو للمستر كولر. كولر وقته وتربيته ومذاكرته ودراسته للعيبة النادي الأهلي والشكل اللي هيلعب بيه والألفة والانسجام اللي ما بينهم، قال في المؤتمر الصحفي أنت توعد بيه، قال لك أنا ما تكلمنيش في وعد، اللي قبلي ما وعدش، أنا ما بوعدش بحاجة، أنا عارف أنا بشتغل مع فرقتي إزاي وباخد ملف ملف على حدة، خلاص أنا بحب الواقعي، بحب التقيل، راجل بيذاكر، الناس كلها بتعلق، هو ماسك الورقه بيقول ايه؟ زي ما انت بتذاكر في الملعب في اسلوب، انا بذاكر في الملعب على ورقه وقلم. انت بتكتب ايه؟ هو بيكتب ايه؟ صح؟ ماشي، الناس كلها علقت. ايوه لا السوشيال ميديا قالت على سواريش ده راسم وبيدي الكريم عشان كينوم يروح بيها لغايه الملعب ويكلم زميله، طب ما يجيب اللاعب ويشرح له الموضوع. ايوه كل
شيخه ليه طريقه, الراجل ده ليه طريقه معينه. لا بس كلمه هو بيكتب ايه دي بسمعها كتير قوي يعني, بتبقى قاعد مع اصحابك والناس بتتفرج على الماتش. طب هقول لك على حاجه, مره هو بيكتب, هو الراجل بيشتغل في تفاصيل كتير جدا, ووارد جدا يبقى مسجل تفصيله صغيره تبان بالنسبه للجمهور ما طب هو الشيء يذكر. لكن الورقه اللي معايا يا استاذ احمد ثلاث ورقات في حجم واحد, ورقه فيهم طريقه الشغل او التشكيل في الملعب شكله ايه, ورقه تانية بيعلم فيها ايجابيات الشوط الاولاني او ايجابيات كل لعيب, والحاجه التانية بدايه الشوط التاني بتاعه بيشتغل ازاي, وشوف هو بيقلب الورق او لما بيجي يخرج من الملعب بيشتغل بالورقه رقم 3 اللي هي بتبقى مفاجاه الناس, ان الراجل بيبقى كل مفاتيح لعب الخصم هو درسها جس نبضها في الشوط الاولاني, ويبتدي مصادر القوه عنده تشتغل, وتضييق المساحات تبقى ظاهره, والكونتر اتاك بالقوه الهجوميه للنادي الاهلي تشتغل الشوط الثاني. انت شايف ان كره كولر في الشوط الثاني بتبقى افضل بكتير جدا من الشوط الاولاني؟ اي حد يعني دي سمة اي حد سمة مش كولر. كولر بيتكلموا عنه ان هو بيعرض وليه بيتاخر في الغيارات, كولر بيجس نبض 45 دقيقه ياخد من الفرقه اللي هو عايزه, وبيمتلك نقاط الضعف جوه الفرقه الخصم ويعلي نقاط القوه عنده, بيشتغل الشوط الثاني 50 دقيقة باينين كل اللعيبة مستوى واحد بدني واحد جوه الصندوق, عندهم إريحية كاملة يشتغل زي ما هو عايز.